الكريم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، ما زلنا نتواصل معاكم مع هذه المكرمه، مكرمه سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه. ووصلتنا معلومه عن هجنه الخاطري سيف بن سعيد الخاطري انها تعود سلاله لشاهين سلطان بشر الخاطري، هذه السلاله القويه التي تتواجد في الميادين بعير العاصفة. نعم، نذهب مع الشوط لنتابع المقدمة ونتابع صدارة ونتابع شعار أحمد بن علي بن واد وهو يتقدم في أول مراكز الجميلة، أما المركز الثاني الوصول من قبل الشايبة وعلي بن مهير بن بريشة يأتينا على ثاني المراكز. المركز بن سعيد بن غدير في ثالث المراكز، والمركز الرابع أرى ماذا أرى من منصورة سالم بن عبيد بالصوب على المركز الرابع. هذه الأربعة المراكز الأولى، ولكن نحن نذيع وشعار بطبيعة أيضا يفاجئنا وينضم إلى المقدمة، ينضم إلى مقدمة الشوط برفقة سالم بن سعيد بن غدير وعلي بن أحمد أبو نواس. والمركز الرابع القدوم من قبل حربة سعيد بن راشد بن مرخان أربعة على المقدمة، أربعة على مقدمة الشوط، ولكن بن مرخان يقتحم المراكز الأولى ويعلن عن وجوده، يطلع إلى المقدمة، يطلع إلى مقدمة الشوط مع حربة، حربة تحارب في هذا الشوط. أما المركز الثاني نجد سالم بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث هملولة علي بن راشد بضبيعة. هذه المراكز الأولى، ولكن حربة راحت عن الشوط، حربة بشعار بن مرخان إلى المقدمة، حربة عند الثواني ولعل التهاني، نعلن التهاني بعد هذه الثواني للسيد سعيد بن راشد بن مرخان. هذه لحظة الوصول، وسلام وتحية وتقدير لذلك الشاب القدير. الثاني سالم بن سعيد بن غدير، الثالث علي بن أحمد بن واس، الرابع باني أيضا علي بن راشد بطبيعة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، التوقيت الزمني الذي تحقق في هذه الجولة 2:15 ثانية، هذا هو التوقيت الذي تسجل في هذه